معليك انا قبل كده طبعا يعني مع احترامي لكل الانظمه الصحيه اللي كانت موجوده في مصر فيما قبل منظومه التامين الصحي الشامل. فيما قبل منظومه التامين الصحي الشامل كان بيتعمل كل الكلام ده بس بين يعني بين قوسين كده وقوسين كبار جدا وتحتهم 100 خط يتعمل من غير ما يبقى فيه اعتماد ولا تسجيل ولا هيئه رقابه واعتماد ولا معايير جوده باعلى معايير الجوده. فانا النهارده لما اقول لحضرتك لا تعالى هتقدم الخدمه في هيئه الرعايه الصحيه وانا معتمد ومسجل طبقا لاعلى معايير الجوده دي تفرق مع معاليك جدا كمنتفع. النهارده كنت باخد خدمتي بس مش بجوده عاليه. النهارده بتاخد خدمتك وانت ضامن الجوده العاليه. ليه؟ لان في هيئه بتشرف عليا مش اشراف، هي هيئه بتيجي في جزء منها رقابي وفي منها جزء اعتمادي. فمش هتديك الخدمه، مش هتديك انك تقدم الخدمه غير لما تبقى كفء تقدمها. فده انا شايف ان ده يعني حاجه فايتال جدا، حاجه اساسيه جدا. انا النهارده قبل كده كان بيتقدم الخدمه من غير ما يبقى في حد بيراقب على جودتها. النهارده بيقدم الخدمه وفي حاجه بيراقب على جودتها. والخدمه ايه؟ من اول خدمه الرعايه الاوليه اللي هي وحده ومركز مرورا برحله المريض الى ان يصل الى المجمعات والمستشفيات الثانويه والثلاثيه. فكل ده انت متاكد من جوده الخدمه. فده معيار مهم جدا. لما حضرتك تقول لي ايه الفرق بين ده وده، اول حاجه اقولها لحضرتك تفيد المنتفع هو احنا النهارده بنقدم الخدمات الصحيه باعلى معايير الجوده اللي بتطابق معايير الجوده اللي موجوده في الاعتماد والرقابه. طب ده كويس جدا. هنا بقى هروح على المنظومه موجوده هنا في الاسماعيليه تقريبا بقالنا سنتين وشويه. صحيح صح صحيح. كانت الاسماعيليه والاقصر وجنوب سيناء. احنا طبعا بدانا يعني بدانا من اول بروتوتايب في بورسعيد كانت يوليو 2019 وبعد كده جينا اسماعيليه هنا يعني فبراير 21 ومرورا بقى بقيه المحافظات. انا عندي الاقصر وعندي جنوب سيناء وعندي اسوان وعندي السويس وتباعا هي مراحل. حجم المنظومه جوه اسماعيليه قد ايه؟ يعني حجم المنظومه على مستوى مقدمي الخدمه الصحيه. أيوة. انا بس عايز اقول لمعاليك هي الرحله الاول بتبدا ان انا عندي منتفع، المنتفع بيجي يسجل، بنسجل للمنتفع دوت ملفات فرديه وملفات عائليه. تمام كده معاليك؟ اسماعيليه هي اول محافظه يتعدى عدد المسجلين فيها والمربوطين بخدماتهم في الرعايه الاوليه اكثر من مليون شخص. يعني احنا الكلام ده ما كانش موجود في المحافظات اللي قبل كده لان حتى كمان الخطه الزمنيه اللي اتعملت للتامين فيها منطقيه جدا وعقلانيه جدا. احنا بدانا الاول بالمحافظات اللي اقل تكدسا عشان نقدر تبقى بايلوت عندنا ورول موديل، وده حصل بالفعل في بورسعيد لان بورسعيد تعدادها السكاني مش زي تعداد اسماعيليه. بعد كده جينا على الاقصر، بعد كده جينا على اسماعيليه اللي تعدادها يقرب 1,400,000 نسمه. فانا عندي دلوقتي انا مسجل اكتر من مليون فرد موجود جوه المنشاه سواء كان في وحدات ومراكز او مستشفيات. طب انا بقدم خدمات قد ايه؟ حضرتك انت تتخيل ان انا داخل في اكتر من 6 مليون خدمه طبيه وعلاجيه داخل المحافظه منذ تدشين التامين الصحي الشامل داخل محافظه اسماعيليه. انا بتكلم على محافظه اسماعيليه، بتكلمش على المحافظات اللي فتح فيها المرحله الاولى لمحافظات مصر. المرحله الاولى في محافظات مصر انا لا يعني حضرتك لك ان تتخيل ان الرقم رقم كبير جدا وخدمات طبيه بتقدم بشكل محترم جدا. احنا بنتكلم في اراوند 20 مليون خدمه طبيه علاجيه، بنتكلم في 10.5 مليون خدمات رعايه اوليه. الخدمات دي ارقام كبيره جدا بتقدم باعلى معايير الجوده. يبقى في مجهود قوي جدا مبذول على الارض، في ناس مركزه جدا ان هي تقدم الخدمه الصحيه للمنتفع بشكل يليق بالمواطن المصري تحت مظله التامين الصحي الشامل. وده بالنسبه لنا هدف من الاهداف الكبيره جدا اللي احنا محتاجين نوصل لها. المواطن المصري الغلبان واللي معاه فلوس ياخد خدمته الصحيه زي ما اي مواطن معاه فلوس بياخدها في القطاع الخاص. وانس ان احنا وصلنا لهذه الحاله هيبقى في مرحله الساتوريشن، الناس كلها تبقى هاديه، تعبت في اي وقت هروح لمكان حكومي تابع لمنظومه التامين الصحي الشامل وتبعيته الهيئه العامه للرعايه الصحيه زي مكان خاص في برايفت سيكتور بيدفع له فلوس. نفس المعايير موجوده في الاثنين. واكبر دليل على كده ان القطاع الخاص نفسه دلوقتي عايز ياخد تسجيل واعتماد معايير الجوده بتاعت ظهار اللي هي تبع منظومه التامين الصحي الشامل.